بص يا مي، انا مش عايزك تقلقي خالص، يعني احنا مش صغيرين واكيد نعرف نتصرف. المهم انت ما تتخضيش. انا اصلا مش مصدقه لحد دلوقتي. في الاول افتكرت ان في حاجه غلط، بس لما اتاكدت وعرفت ان انا حامل اتبسطت. انا واحمد بقى بينا حاجه محدش عارف ياخدها مننا، لا مراته ولا اهله ولا اي حد. بس انا في مصيبه، ولا انا عاملاه ده غلط ولازم اخبي عن الناس كلها. ان الراجل الوحيد اللي انا حبيته، الراجل الوحيد اللي لمسني، ما ينفعش ابقى حامل منه. مش عارفة ايه الحاجات صعبة كده، يعني ليه انا مش مراته عادي وعايشين حياة عادية ومبسوطين وانا حامل والناس عارفة؟ يعني مش حاسة ان الموضوع المفروض يبقى صعب قوي كده؟ طيب هو انا ممكن اعرف انت ليه ما قلتيش لاحمد لغاية دلوقتي؟ بس ابقى عارفه انا عايزه اعمل ايه الاول. ايوه بس هو لازم يعرف. مش هيعمل لي حاجه، ما انت عارفه. ماشي يا مي، بس انا كمان ما كنتش اعرف ان انت عايزه تحتفظي بالبيبي، وده موضوع جديد عليكي. ولا انا كنت عارفه، بس لما عرفت اتبسطت. انا مامتي لازم تبقى عارفه ان احنا معاكي في اي قرار. بالمناسبه مش لازم تقولي له دلوقتي، يعني لما تعرفي انت عايزه تعملي ايه اول يبقى نقول له. فين يا شريف؟ وحضرتك ما بترديش على التليفون ليه؟ مالك انت في ايه؟ بتعيطي؟ انت اللي مالك؟ مالها يا شريف؟ قولي لي بس انا هقول لك بعدين في ايه؟ انا اتطلقت. دي حاجة كويسة ولا وحشة؟ لا دي حاجة كويسة. كويسة جدا. كويسة. أنا ما كنتش متخيلة إن الطلاق صعب كده، لدرجة إن أنا كذا مرة كنت هقول أنا رجعت في كلامي، أنا مش عايزة أتطلق. عادي يا لنا، دي حاجة أنت عايزاها من زمان جدا، على الأقل دلوقتي هتجربي. رامي صعبان عليا. بنات بنات واحنا موصلينهم لماما الصبح ومش فاهمين اي حاجه، صعب عليا قوي. انا حتى انا مش عارفه انا عايزه اتطلق ليه. هعمل ايه؟ انا مش عايزه اعمل حاجه. على فكره مش لازم تعملي اي حاجه، بس انت ما كنتيش عايزه تعيشي مع الراجل ده. ذنب ايه ده؟ ملوش ذنب، وانت كمان مالكيش ذنب. عارفه ان ربنا هيعاقبني بذنبه وذنب البنات، حرمتهم من بعض، مش عايزه حاجه في الاخر. طب عايزه ترجعي له؟ لا مش عايزه. مش هيفهمني، محدش منكم زيي فجأة لقى نفسه السبب في ان هو بيخرب بيت. والله ما حقيقي حقيقي.
والله يا ستي فهميني كويس. هما مش مجبرين ده. لا لا الموضوع مش كده خالص. أنا بس اللي عندي مشكلة وعايزة أحكي لك عليها. أنا حامل.